تفقد وزير البترول كريم بدوي أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من حقول غرب دلتا نيل البحرية بالبحر المتوسط لشركة بريتش بتروليوم البريطانية. وتابع الوزير أعمال الحفر البحري لبئرين تنمويين جديدتين لإنتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات بموقع غربي حقل غاز ريفين أحد حقول غرب دلتا النيل ضمن خطة قطاع البترول لتنمية موارد الغاز الطبيعي من هذه المنطقة. وخلال جولته أكد وزير البترول أهمية برامج العمل المنفذة بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي والتركيز على رفع إنتاجية الحقول القائمة بشكل أكبر من خلال التكنولوجيات الحديثة.